اكبر مثال على practice makes perfect هو الركنه بتاع العربيه. يعني بصراحه المكان ضيق جدا، لكن من الواحد اتعود عليه فبيخش كده عادي، مفيش اي مشكله. ف يعني practice makes perfect اللي هو التمرين بيخليك توصل لمرحله الاتقان قوي في الحاجه اللي انت بتعملها. مبدا بسيط وبديهي، لكن لما تطبقه فعلا وتحس بيه بيفرق معاك جدا. انا رايح القاهره 3 ايام، يعني mainly او بشكل كبير بخصوص يوتيوب. يعني النهارده رايح علشان في تجمع لليوتيوبرز، وانا بصراحه بحب التجمعات دي جدا. تلاقي بقى ايه بني جلدتك اللي هم الناس اللي بيعملوا فيديوهات، اللي بيمروا بنفس المشاكل اللي انت بتمر بيها. يعني بنستفيد من بعض، وبتبقى فرصه كويسه جدا عدد كبير. وانا رايح اتكلم حتى هناك عن السبونسرشيب، ان انت ازاي تجيب سبونسرز للفيديوهات بتاعتك. مش افضل حد طبعا يتكلم عن الموضوع ده بكل الطرق، بس ليا تجربه فبحاول اشاركها مع الناس وهنستفيد من بعض برضو. يعني يا عم انا جاي لك اهو، تعد لحد 10 تلاقيني قدامك. ماشي يلا سلام. ده انت طالعين ليله بقى، ليله كبيره سيادتك. يا عم خلص يا عم، السفر تسهيل. هتشغل التكييف ده، هو لتر بنزين زياده انجز خلص. لا احنا كده نشير جاز بقى يا استاذ. يا عم نشير اللي نشيره، يلا خير امشي امشي انت يا استاذ يا حبيبي. يلا الجو حر بقى، ده جابت قماش يا باشا. هلا يا هلا، وصلنا. الحمد لله على السلامه يا بيه، منك ليه. اهلا 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 محمود بيه، وحشنا والله. سلم على الناس الاول يا حبيبي. ازيكم عاملين ايه؟ ايوه لا الدخله بتاعتك. ازيكم يا اصدقاء؟ انا يا اصدقائي ازيكم، يا رب تكونوا بخير. خلاص يا عم طلع البتاع قدام بقى. لا 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 لا، انت عايز تبوظ الاخراج ولا ايه؟ لا 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 عايش. يا جماعه محمود خالد اللي كنا عملنا ذكرناه في فيديو قبل كده، الراجل ما شاء الله اللي شغال فريلانسر. والشيء الغريب ان احنا كلنا مهندسين مدني، كلنا سيبنا الهندسه. عماره حوده؟ عماره. ما هو كملش بقى، مش فارقه كتير. كلنا في نفس المجال يعني، بالك كلنا سيبنا الكليه بعد ما اتخرجنا انا والراجل ده. الراجل ده سابها قال لك فكك طار. واشتغلنا فريلانسرز احنا الثلاثه. محمود احسن حاجه فيه ان هو متفرغ للفريلانس. لا مش متفرغ، هو من قبل ما يبقى متفرغ هو ايه دماغه هربانه منه شويه. هو عمل حاجه يعني ايه جامده عننا شويتين، ان هو ما كملش اصلا. طبعا انا طبعا ضد ده، انا مش متفق معاه. اللي وانا ما برشحش اي حد يعمل الخطوه دي. يعني انا ما خدتهاش غير لما كنت خلاص واثق من نفسي انا بعمل ايه. وخلاص شغال اوريدي. ما اروحش اسيب نفسي وارمي نفسي في الهواء وانا فاضي مش شغال ولا معايا مهاره. صح. لو معايا مهاره سيب عادي، وبتشتغل وبتكسب منها فلوس. اما لو مهاره ومجرد هوايه لا. يعني انا خلاص اوريدي بكسب، بتاع هندسه بياخدوا اكتر كمان، فما كملتش خلاص. انا اقتنعت بالكلام ده وسبت. ايوه بس احنا الحمد لله وصلنا يعني عند عمر عبد الرحيم، هو اللي مستضيف ايفنت تجمع اليوتيوبرز، فده شيء عظيم الصراحه. يعني تالي ناس جايين هم برضو. يلا مين ده؟ اهلا وسهلا. ازيك يا عمور؟ عامل ايه الاكل يا عمور؟ عامل ايه؟ ملك الاكل. لا الايفنت الناس ان شاء الله. احنا محتاجين نقول هو ده ميت اب مش ايفنت، يعني عشان هو الميت اب صح. لما تيجي تقول ايفنت شكله اكبر بكتير، يعني الايفنت اكبر فاهم. الايفنت الميت اب الثالث اللي عملناه. انا بنبسط جدا كاجوال يعني عادي، نشوف الشباب بتاع خمسه. محمد جميل، شكرا يا حبيبي، انا بحبك. سلو موشن بقى، ما تحطش ميوزك. احمد ابو زيد عازم 52% كان 136 وبقى 208000. يعني افتكر اول اعلان عملته يعني في كومنت جالي قال لي انا ما كنتش مفكر ان انت كلب فلوس كده. حرفيا استغرب. شغال في تشين وبعمل فريلانس، بعمل كورس، بعمل خمس ست حاجات بدعي بيهم ان انا بعمل كل ده عشان اعمل في الاخر المحتوى بتاعي. فهدفي وانا داخل البودكاست ده انه ركز فيه هو بس، يبقى الحاجه الوحيده بس. بص بقى انا جاي اتفرج يعني بلاش، انا عايز اضحك. انا مستنيك. يا نور حلو والله. ده باي فار احسن ايفنت استفدت منه في المرات اللي فاتت كلها. يعني بصراحه كانت تجربه جميله جدا. كنت بتكلم عن السبونسرشيب طبعا، لان يعني ايه
حلو حلو ان احنا بقينا كوميونتي وفي قضيه بتهمنا كلنا وبنحط الستاندرز او المعايير بتاعتها يعني. ممكن حاجه ما تهمش كل الناس بس هي بتفرق جدا جدا يعني. يعني ناس جميله وكل واحد شارك تجربته بشكل عميق جدا وشارك تفاصيل مهمه فكانت حاجه رائعه. طيب دلوقتي يعني اهم فقره في اليوم بقى ان احنا ناكل فقره الاكل. اه يعني احنا قاعدين مستنيها من الصبح اكسر جعانين جدا يعني. مفيش مكان احسن من الشاورما السوري. عاشق الشاورما اي مكان يروحه ويطلب شاورما. عارف عاشق الميمز او الناس جوه. هو ده انا كنت لسه هتصل بيه. انا بقول له فين الوش. قال له حضرتك هتلاقي تمام. بسم الله يلا بينا. عايز حد ياخد ده المتخصص طبعا في الفود ريفيوز. بقول لك ايه يا ابني هاتي يا عم. سيبها عندك يا 370 لا يا اخوي مش عني خالص. ما تعرفش ابو زيد بس لا لا احسن واحد شرط الراجل العجز انا بدفعه من معايا يعني فهم ايه يا ابني يعملها معانا واخد فلوسه ويمشي. هو ده معاك كتير بقى يا عوض. يعني الحمد لله الشاورما كانت جميل. الاكل كان جميل. كان جميل يا جماعه والله. يعني حقيقي انا مبسوط. انا انبسطت من الاكل بصراحه يعني. ولا يمكن عشان كلنا جعانين. لا والله الاكل حلو والله. الاكل الاكل جميل جدا. هم اتاخروا مال بينزلوا الاكل فاللي احنا كنا دخلنا بقلب جامد. لا لا يعني بصراحه الاكل كان حلو. اوكي جايز يلا بينا نروح بقى. احنا البتاع عليا يا وش يا ايمان جايين بقى نبيت عند صهيب. صهيب بيجرب الميكروفون جديد يعني. زوم عايز يسجل من الميكروفون ده على الزوم فبيتفرج على فيديو على يوتيوب ازاي يعمل الموضوع ده. anyway على كل الايفنت كان احسن ايفنت من حيث الايجيبت كرييتور كوميونتي. ده الايفنت رقم 3 وكان الافضل على الاطلاق يعني. حاسس ان المستوى بيعلى جدا ونحب اعتقد كلنا متفقين ان احنا لازم نشكر عمر عبد الرحيم على استضافته للايفنت في مقر جيت واي في الدقي. لان لولا استضافته للايفنت ما كانش في مكان متاح في الوقت ده. فشكرا عمر. وعمر بصراحه يعتبر اكتر حد كلنا استفدنا منه النهارده صح. فكان يوم عظيم صراحه. كان يوم عظيم اعتقد وبكل ثقه اقول ان اللي ما جاش او اللي ما عرفش يجي خسر كتير. بكره برضو في يوتيوب ايفنت بس يوتيوب الاصلي بقى اللي هو يوتيوب ذات نفسه. نشوفكم بكره تقريبا في نفس المكان في الدقي. سلام.